الموضوع مش ما خلص هون، ما خلص لما هذا، وهو بيعرف زاهر، بيعرف رح يرجع يفتح الموضوع. بس كيف بدنا نفتح الموضوع؟ انا بصراحه كنت كثير متضايق. فزاهر نرفزني 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 وقلت بدي افتح الموضوع بدون حتى ما اقول شو اللي قال لي اياه. صرنا نحكي 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 نحكي، بالاخر شو؟ بتعرف زي كيف البرنامج باظ بدنا نقولها؟ خربانه خربانه، قلنا قلنا خربانه خربانه. بس اقول لكم شغله، اقول لكم شغله، الحمد لله. يا هي شغله بيني وبين الله. اوكي؟ على الموضوع. شغله بيني وبين الله. كل انا نيتي كل نيتي كل نيتي بالموضوع انه لو كل ما لو انت بدك تذوق في حق ابوك، لو 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 زح لو لو طول عمرك زحف زحف وديك اجريك اقول لك وتعمل وتمشي على المسانير ويدخلوا هيك، توفي حقه لابوك او امك او حدا؟ فيهم حقهم؟ لا ما فيهم. انا على القليله لما انا بحكي لمدام رولا انه ابوي هيك هيك عمل عشاني، طب هاي قدام ملايين عم بحكيها، طب اقسم بالله هاي هذه هيك انا عم بوفي حقه انه انا يا بابا انا مش ناسي لك اللي انت عملته. اوكي؟ انه انا مش ناسي لك بابا اللي عملته وحكون قد هاي شغله، وانا انا بجدارتي حق كل شيء وهيك ومش حوفي لك مستحقك. هاي كلية الله يا رب هلا يشلني اذا اني كذاب، بدك اكثر من هيك؟ هلا يا رب هيا. اوكي؟ بس الحمد لله انا هيني عايش بدي اعيش هذا، واللي بده يفهم هيك كيف اهلا وسهلا، واللي بده يفهم هيني عايش حياتي كلها ميتين وما فيش حدا عرفت، واللي بده هذا كل اللي صار اقول لك كل اللي صار ها هلا من هاي اللحظه، كل اللي صار يا عمي انا عمي ها خلص راح من هاي اللحظه. بس انا باختصار المفروض هيك من قبل اختصرت الموضوع وخلصت بدون كل هالبرم هذا. والله العظيم قعدت مع حالي وهيك قلت بس كل موضوع هيني قلت لكم انا لو اعمل شو ما بوفي ابوي حقه، اقل ما فيها اقول انه هيك انه ابوي ببيت. انا من النوع اللي ما بستحي من اي شيء بصير بحياتي عرفت. في ناس يمكن بتقول لا ما بدي احكي، لا بس انا حبيبي انا لاني واثق من حالي عرفت. لما انا قلت هيك انا لسه حتى ما وفيت حق ابوي. انا زي ناس مثلا ابوي يعمل عشانه ويعمل يسوي والله ويصير، قالوا ابوك كذا، لا ابوي هو مئة. طب روح ادفن حالك احسن لك صح. هاي كل نيتي. وناس حكوا هو بيعمل هيك عشان ما بعرف شو، من الله يسامحكم مش انتو يعني انه لهذا، الله يسامح كل حدا حكى والله يسامح كل حدا ابتلى علي وخلص. ومن هلا من هاي اللحظه لاخر الاكاديمي راح افتح صفحه جديده، واليوم مدام ميريا شجعني ولا حكون حساس ولا حسال بشيء. عبود والله اخوي اقسم بالله عليه حركات زي اخوي طارق. في عندي اخو حتشوفه نفسك نفس حركاتك بعتبره اخوي عرفت. شهناز والله العظيم اختي الكبيره ضياء انت عم بتطلع، طب فيش حدا انا شايفه عمي ببكره ولا بكراني عادي. كلنا بنحب بعض وهذا، فاي شيء بصير راح اطنشه واي شيء خلص كله لله يعني فهمت؟ خلص انا هيك نويت والله. اضايق حالي وازعل حالي، احنا كلنا هون كلنا لو إن ما عندنا موهبه ومش اولاد عالم وبتعرف شو جبنا لهم؟ عدم محكوميه ومليون الف شغله، لو إن مش قد انه نكون هون كمان بنكون هون صح؟ فعم بطلع لا يعني والله كلنا اولاد عالم كلنا هذا خلص. واي حدا اي حدا حكى عني الله يسامحه حتى بدون ما يجي يقول لي. اوكي؟ بس وصفحه جديده والله. اي حدا قال حكى عني باي شيء عاطل او حاول او كذا وانا الله يسامحه والله اضايق حالي على الفاضي انا. صح هاي غدك من غير ما تشغل بالك باشياء فارغه. خلاص خلاص لانه اليوم خاصه اليوم لما كنا قاعدين عم بطلع او حتى اول واحده بدات فيها ضياء عم بطلع كانت بوجهي. مشيت والله واحد واحد اطلع فيكم واللي طلعوا بطلع بقول لا عمي انا زلمه بحبهم وبحب هذا وخلص عرفت. نادر صح؟ بس اي حدا لا هو انحكى اوكي وهذا الله يسامح الليل هذا. الله الله يا رب. بنفس الوقت اوكي عشان ننهي الموضوع بهذا، اي حدا له عندي شيء اي حدا انا ضايقته ولا هذا يجي عاد يقول لي بوجهي عشان انا اشوف اذا هذا ونصفي كل شيء. اوكي؟ الله محمد والله شو هذا؟ انا وبتحدى اي بني ادم يجي يقول لي انا عمري غلط بحق حدا ولا شيء.